او مدونه وورد بريس، كيف ننصبها وكيف نتعامل مع لوحه التحكم اللي بداخلها وكيف نديرها وكيف نطلع من خلال الوورد بريس بموقع يكافئ متطلبات اي زبون بنحتاجه. بدايه لازم اول شيء نشغل السيرفر، احنا عندنا سيرفر الزام لازم نشغله، وبلزمنا فيه حاجتين، بلزمنا الاباتشي وبلزمنا الماي اس كيو ال. طبيعي هنا ناكد على نقطه مهمه، انه السيرفر عندك زي اي برنامج بيحجز بورت معين، بيحجز بورت معين. الاباتشي مثلا بيحجز بورت معين، فلو كان عندك على نفس الجهاز على الويندوز تبعك برنامج تاني بيتعارض مع البورت هتلاقيه مش هيشتغل معاك. يعني زي مثلا سكاي بي، لو سكاي بي عندك شغال، سكاي بي بيحجز نفس البورت تبع الاباتشي، تمام. الفي ام وير بيحجز نفس البورت تبع الاباتشي. فبالحاله هذه انت محتاج من خلال الكونفيجر هنا تغير، او كونفيجر للنظام تغير البورت اللي بيحجزه البرنامج عشان ما يتعارضوش مع بعض. هذا بخصوص 12 كيف في الماده، لكن هذه معلومه بتلزمك ان شاء الله. بعد كده محتاجين نروح نعمل اول شيء في القرص سي، وين السيرفر تبعنا، هي الزام الاتش تي دوكس. في الاتش تي دوكس انت محتاج يكون في عندك مين، محتاج يكون في عندك بشكل اساسي ملفات الوورد بريس. هي عندي انا ملف الوورد بريس، حبدا انا انتبه انه يكون لما اجي افكه ينفك مجلد مباشر، ما يكونش مجلد جوا مجلد، تمام. وتنتبه انه ما تفتحش ملفك ويكون في عندك اسم سابق. انا الفيرست وورد بريس هذا موجود عندي، لازم يكون اسم مش موجود عندي، تمام. بدي اسميه بالطريقه هذه، وبعد كده بدي اعمل له اكستراكت، تمام. بدي احطه مباشره وين، على الاتش تي دوكس، اي موافق. الان بيصير معك ملفك او الموقع تبعنا اسمه سك ووردبريس، تمام، واضح. الان بدك تروح تفتح من لوحه من المتصفح، اي متصفح عندك. بدنا نفتح اللوكال هوست، من اللوكال هوست بدنا نبدا نعمل داتابيز، تمام. عندنا بي اتش بي ماي ادمن، بدنا نعمل داتابيز جديده. خلينا على سبيل المثال هنا من قاعدة البيانات بدنا نسميها بنفس الاسم من باب السهولة، فقط من باب السهولة، تمام. لكن انت حر تسمي الاسم اللي بدك اياه، تعمل انشاء ما فيش مشاكل. الان هذه اسم قاعدة البيانات هتلزمني وانا بنصب ووردبريس، هيقول لي ايش اسم قاعدة البيانات هيها، تمام. الان روح تاني فوق على اللوكال هوست واكتب اسم الملف تبعك، اس دبليو هو الملف اللي هنا، هيو اللي احنا اسم الموقع تبعنا، تمام. ويبدا اعمل له انتر، هيبدا معاك خطوات التنفيذ. هذه الخطوه الاولى، اي موقع لازم يكون فيه ملف اسمه config. هذا الملف بيحتوي على معلومات الاتصال بين الموقع وبين قاعده البيانات، اللي هي اسم قاعده البيانات، اليوزر نيم، الباسورد، اسم السيرفر، بتكون موجوده فيه. طبيعي انا لسه عمالي بدي اعمل موقع، ما فيش عندي ملف الوورد ووردبريس كونفيج، فقول لي انشئ لك اياها. كلام واضح، انت حتى لو ما سمعتش كلامي اقرا اللي مكتوب، هو عم بقول لك محتاج ملف كذا اعمل لك اياه، قول له انشئ لي اياه. هاي انشئ ملف الاعدادات، بقول لي عشان انشئ لك اياه محتاج يكون عندك اسم قاعده البيانات، اسم المستخدم لقاعده البيانات، كلمه المرور لقاعده البيانات، اسم المستضيف لقاعده البيانات اللي هي لوكال هوست، وبادئة الجدول. فعليا هذه البيانات هي كالتالي: اسم قاعدة البيانات انشأناها قبل شوية اللي هي اس اي ووردبريس، حلو؟ هذا واحد. اثنين، اسم المستخدم وكلمة المرور هم نفس اسم المستخدم وكلمة المرور للسيرفر لما عملت له تنصيب عندك. لما نصبت عندك الزام او الاباتشي بطلب منك كلمة مرور واسم المستخدم وكلمة مرور، ايش اللي حطيتهم هناك؟ هم اللي هنا، اللي هم روت، تمام. بعدين اسم المستضيف ثابت لوكال هوست عندنا هنا، والبدايه الجدول ما بتلزمناش كثير. نبدا نتكلم، هاي اس اي ووردبريس، هذا اسم قاعده البيانات، صح. اسم المستخدم على الجهاز هذا روت،
كلمة المرور ما عنديش، السيرفر فيش فيه كلمة مرور هنا فاضي، بسيب كلمة مرور مكانها زي ما هي. في ناس بتسيبها كده خلاص ما هو فيش كلمة مرور وبروح على اللي بعدها. هو هيك اعتبر انه انت دخلت ايش كلمة مرور، فلازم انت تحذف، انتبه للخطأ هذا. خلاص كده هاي المعلومات الأساسية، اسم قاعدة البيانات اللي أنشأناها من الـ PHP My Admin، واسم المستخدم اللي هو اسم السيرفر أو اليوزر نيم للسيرفر، وكلمة المرور الموجودة عندك. بنعمل الآن إرسال، بمجرد ما أعمل إرسال هو حيبدأ البرنامج يروح يطرق باب قاعدة البيانات، ومعاه اسم قاعدة البيانات SE WordPress، ومعاه اليوزر نيم روت، ومعاه الباسورد ولا إشي، ويخبط على قاعدة البيانات. يا قاعدة البيانات أنت ممكن تفتحي لي؟ إذا المعلومات اللي معك صح تفتح لك، إذا المعلومات اللي معك خطأ تفتحش لك، يقول لك ارجع هات المعلومات الصحيحة. تمام؟ فالخطوة هذه للناس اللي بتمشيش معاها بنقول لها تأكد من معلوماتك بشكل بسيط جدا، يتأكد أنه اسم قاعدة البيانات صح، أنه اليوزر نيم صح، أنه الباسورد صح، عشان يتعد. تمام؟ والآن إرسال. هيبدأ هو يحاول إيه؟ يدخل على قاعدة البيانات، شوية ممكن الجهاز يكون بطيء، إذا فيش مشاكل مباشرة هيعدي ويدخلك على إنك أنت تكتب له البيانات اللي بتلزم لموقعك، يعني اسم موقعك إيش عايزه، اليوزر نيم والباسورد إيش عايزهم. هنا تمام هيدخل، اللي فيش مشاكل ابدأ الآن بتنصيب مين؟ ووردبريس. بمعنى إنه المراحل السابقة كانت مراحل تهيئة، انت بتهيئ قاعدة بيانات، بتهيئ المكان عشان تحط ملفاتك. الان في المرحلة هذه هيطلب منك معلومات خاصة بالموقع، بالموقع نفسه. يعني ايش بدك اسم الموقع؟ زي مثلا لما نقول اسم موقع فيسبوك، اسم الموقع مثلا موقع عائلة كذا، اسم الموقع مثلا موقع الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا. تمام؟ هذا اسم الموقع. فانت ايش اسم موقع بدك اياه؟ على سبيل المثال اي موقع محمود رفيق الفرد. تمام؟ هذا وين حيبين معايا؟ هذا اللي حيبين في الهيدر تبع الموقع، مش اللينك، مش الرابط. الرابط ايش اسمه؟ نفس اسم المجلد اللي هو SEWB. تمام؟ بينما هذا الاسم اللي حيكون وين؟ في الهيدر فوق. اسم المستخدم لمين؟ للموقع. طب ايش الفارق بين هذه وبين الروت؟ الروت للداتابيز، للسيرفر، هنا لموقع لحاله. ليش؟ لانه ممكن على نفس السيرفر يكون في عندك اكثر من موقع، فكل موقع فيه له يوزر نيم وباسورد مختلفه، لكن كلهم الداتابيز تبعتهم لهم اسم واحد بس على اللوكال. حاجه اقوله هنا على سبيل المثال، بدي انا اسمي نفس الاسم، او هاي مثلا MR الفره يوزر نيم، والباسورد بتحط الباسورد اللي بدك اياها حسب الشروط اللي هو كتب لك اياها، وبعدين بتحط البريد الالكتروني تبعك على سبيل المثال. تمام؟ وتنصيب ووردبريس. البيانات اللي عندك هنا ما بروحش يعمل عليها فحص هل هي مقابله لبيانات اخرى ولا لا، زي ما عمل قبل شويه فحص مين؟ قاعده البيانات، صح؟ هنا لا، هنا بس يتاكد انه معلوماتك صحيحه حسب الشروط. اذا بدخلك على الموقع مباشره وبصير انت عندك مدونه ووردبريس جاهزه، زي ما صاير قدامك الان وانت شايف. الان مباشره بدنا نعدي على لوحه التحكم تبعت الموقع من غير ما نكتب ولا كلمه برمجه ولا كود ولا حاجه. حيصير في عندنا موقع ووردبريس جاهز، كل اللي علينا ان احنا نعمل له عمليه مانج، عمليه اداره مانجمنت او اداره لمين؟ للموقع اللي حيكون معانا. اي بقول لي حط يوزر نيم اللي كتبناه قبل شويه والباسورد، ويعمل عمليه ايش؟ دخول عشان يلحق على يدخلك على لوحه التحكم. هيك احنا بنكون عملنا تنصيب لمين؟ ووردبريس. هذه هي الخطوه الاولى عشان تقدر انت تشتغل بطريقه سليمه. بعد كده المحاضرات الجايه ان شاء الله واللقاءات الجايه احنا نزلنا صوره فيها تمام ايش اللي حنشتغله خطوه خطوه، وكل خطوه حتاخد منا قديش وقت كشرح.
ومنكم قديش وقت للتطبيق، تمام؟ وهي حتشتغلوا معنا على هذا الأساس، تمام؟ هيك بيطلع معك لوحة التحكم بشكل سهل. هذه لوحة التحكم احنا حناخدها في محاضراتنا وفي سلسلة الفيديوهات ان شاء الله بالتفصيل، كل واحدة من هذول كيف نتعامل معها وايش بلزمنا عشان نتعامل معها، عشان بعد كده في نهاية المساق او في نهاية السلسلة انت تكون قادر تعمل موقع ووردبريس وتقادر تدخل على نفسك دخل مالي بشكل جيد. هذه هي صفحة لوحة التحكم، وهنا في عنا الصفحة الرئيسية الخارجية، هذا الاسم قلنا موقع محمود رفيع الفرة اللي احنا قلنا عنه اسم الموقع قبل شوية احنا حطناه، بينما هذا الرابط اللي هو اسم مين؟ اسم المجلد، تمام؟ في المحاضرة الجاية ان شاء الله بعد ما انتم تجربوا وطبقوا هنبدأ نتكلم في المقالات وكيف نشتغل على المقالات وكيف نعمل التصنيفات وكيف نعمل الوسوم وما شابه. الآن بإمكانكم تبدأوا تطبقوا الخطوات اللي احنا حكينا